أيام قليلة تفصل الناخبين الأمريكيين عن انتخابات الرئاسة لعام 2024 التي تحدد شكل السياسة الأمريكية لأربعة أعوام مقبلة. وفي خضم تزايد حدة شراسة المنافسة الانتخابية بين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ما يسفر عن ذلك من تزايد التردد بين الناخبين وحالة من عدم الاستقرار الواضحة التي تجتاح الشوارع الأمريكية. صبت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق وأفكاره الزيت على نار قضية الهجرة المشتعلة بالفعل، والتي تمثل أحد أهم قضايا الخلاف بين هاريس وترامب وتؤرق الشارع الأمريكي. المرشح الجمهوري تعهد باستدعاء الآلاف من القوات الأمريكية الموجودة في الخارج ونشرها على الحدود مع المكسيك، ما أثار تساؤلات بشأن حدود إمكانية استخدامه للجيش الأمريكي لتحقيق أهداف سياسية، وذلك في ظل تنويهات ترامب لإمكانية استخدام الجيش الأمريكي لتطبيق سياساته على المستوى الداخلي مثل الترحيل ومواجهة الاضطرابات المدنية، كما تحدث عن عزل الضباط العسكريين المعارضين له أيديولوجياً. وفي الوقت الذي لاقى اقتراح ترامب تأييداً جمهورياً واسعاً، كان للديمقراطيين بالطبع رأي آخر، إذ انتقدت منافسته كامالا هاريس تلك التصريحات عن المهاجرين، خاصة مع فكرة استدعاء الجيش لحل القضية. لقد سمعتم كلماته الصادرة عنه، إنه يتحدث عن العدو داخل بلدنا، إنه يتحدث عن إنه يعتبر أي شخص لا يدعمه أو لا ينحني لإرادته عدواً لبلدنا. إنها قضية خطيرة، إنه يقول إنه سيستخدم الجيش لملاحقتهم. فكروا في هذا، ونحن نعلم من سيستهدف لأنه هاجمهم من قبل. الإعلام الأمريكي اعتبر أن رؤية ترامب قد تمثل تحولاً دراماتيكياً محتملاً في دور الجيش داخل المجتمع الأمريكي، وتغيراً في الضوابط التي تقيد تدخل الجيش في القضايا الداخلية الأمريكية. يأتي ذلك في ظل مخاوف أمريكية من تكرار المشهد الذي حدث منذ شهور، حينما أثير قلق واسع من نشوب حرب أهلية على خلفية إرسال قوات من الحرس الوطني من ولايات جمهورية إلى ولاية تكساس لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود. في خطوة أشير فيها أصابع الاتهام لترامب بسبب تشجيعه للولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معاً لمكافحة مشكلة الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. ثلاثة أسابيع فقط في المدة المتبقية لمرشح الرئاسة الأمريكية ليوم الفصل الذي سيحدد مصير قضية المهاجرين، مثل ما يحدد مصير العديد من القضايا التي تثير الرأي العام الأمريكي.